التلوح الرقة من بعيد. نقترب قليلا، ربما وجوه وألوان رايات من يحكمها تغيرت، لكن الواقع ما يزال يراوح مكانه. شكل المدينة لم يختلف كثيرا عن ساعة خروج تنظيم الدولة منها، فأنقاض الأبنية ترزح في مكانها، ومركز المدينة لم يعرف أي نوع من الحيوية رغم المشاريع التي بدأها المجلس المدني بدعم أمريكي مباشر، لكنها لم تكتمل، والسبب سرقت أموالها بحسب أهل المدينة. مدينة الحب والشعراء، أكثر من ثلثي بنيتها التحتية مدمرة لدرجة يصعب معها التعرف على ملامح المدينة الأصلية، وإن حاول أهلها إعادة إعمارها ذاتيا فهدم ما بنوه هو المصير بحجة عدم الحصول على الترخيص. عروس سد الفرات، نسبة تضرر الكهرباء فيها وصل لنحو 97%، والسرقات التي طالت الشبكة وكل ما أصلح إلى الآن لا يعادل 15%، ليبقى الأهالي تحت سيطرة ابتزاز أصحاب المولدات. تبرر المؤسسات الخدمية التابعة لقصد حجم الدمار الكبير وعدم إعادة الإعمار بقلة الإمكانيات المتوفرة. قطاع الصحة هو الآخر لم يشهد أي نوع من التقدم، فالخدمات المقدمة غير كافية لحماية ما يقارب 300,000 نسمة هناك، فكل شيء تحكمه الندرة من نقاط طبية ومعدات وكوادر، وهو ما فتح الباب أمام تفشي أمراض وأوبئة عديدة. الأوضاع الأمنية هي الأخرى لم تشهد تحسناً كبيراً، فالخطف والسرقات وطلب الفدية ما يزال مستمراً. شكاوى كثيرة قدمها الأهالي للجهات التي يجب أن تكون معنية بتقديم الخدمات لهم دون أن تلقى أذناً صاغية، ليبقى التساؤل الذي يخطر ببالهم بعد أن خلصنا من عالم الظلام السابق، لما تبقى أرض الخير جدباء؟